السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كيف يتعامل الإنسان مع من يتزايد في هذه الأيام من طعون وتنقص للعلماء؟ يتعامل معهم بأن يعرض عنهم، أعرض عن الجاهل السفيه فإنما فيه يكفيه، ما ضر بحر فرات يوما ولو خاض كل الكلاب فيه. العالم الرباني أيا كان هذا العالم من علمائنا الأفذاذ الربانيون أهل السنة والجماعة، فوالله ما يضرهم تنقص من تنقصهم، ولهم تأس في ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء كلهم. فالأنبياء لهم بطانتان يدعون الناس إلى الخير، وكثير من الناس معرض عنهم بل ويؤذونهم ويسبونهم، وهذا لا يضرك أنت. إذا كان لا يضر العالم لا يضرك أنت، أنت تحب العالم وتنصره وتذب عنه هذا واجبك، ولكن أيضا ينبغي أن تحرص على أن تعرض عن أمثال هؤلاء إذا كان المقام يحتاج إلى أن يرد على أمثال هؤلاء بالعلم فيرد عليهم بالعلم. أما إذا كان الأمر يتعلق بأسافل من الناس الإعراض عنهم خير، الإعراض عنهم خير، لأن أمثال هؤلاء يحبون من يرد عليهم لأجل أن يظهر أمثال هؤلاء بذلك. لكن الغمر يبقى غمر، وإياك أن تجعل له شأنا من أصاغر الناس ومن صغار طلبة ومن سفهاء ومن عامة الناس ومن أناس قد لا تعرفهم. اليوم ابتلينا بهذه الشبكات العنكبوتية ومواقع التواصل، والناس يكتبون فيها ويكتبون بأسماء مستعارة أنت أصلا لا تعرف من هذا، فكيف هذا الذي لا تعرفه ترد عليه وتجعل له شأنا؟ والله يا إخواني إن أوقاتنا غالية، أوقاتنا غالية وهي نعمة من الله ينبغي أن يستغلها المرء في الخير، وأعني على وجه الخصوص طلبة العلم. تجلس ساعات وأنت أمام هاتفك ولا شاشة الكمبيوتر اتبع أمثال هؤلاء، اتبع أهل العلم وخذ العلم منهم، واغتنم وقتك في أن تحفظ وأن تتعلم. تجلس وتحفظ بيتين من متن من متون خير لك من أن تطلع على هؤلاء، لا تضيعوا أوقاتكم، وهذا الذي ينصح به علماؤنا. وأنتم تعرفون نصيحة عالمنا حفظه الله جل وعلا، فإنه نصحنا بأن نترك وأن نعرض عن هؤلاء، فماذا نأخذ بوصية علمائنا ونحن الذي نرفع شعارا أن نتبع علماء ونذب عن العلماء ونحب العلماء ونرجع إلى كبار أهل العلم؟ فأرشدونا لمثل هذا والرد له أهله، أما صغار الطلبة وعامة الناس فيعرضون عمثال هؤلاء، لا تقرأ لهم ولا تنظر في هؤلاء، وما يضر العالم ذلك، العالم نفسه له أن يستطيع أن يرد عليهم، لكن ولا يرد على كل أحد، يرد على من يستحق الرد لعلمه بأن كلامه يضر في الأمة، أما من كان سفيها فيعرض عنه. العالم أدرى بهذا، وأليس لك ثقة في هذا العالم؟ فأنت كذلك تعرض عن أمثال هؤلاء، إلا إذا احتاج المقام إلى بيان مخافة مفسدة في المسلمين فهذه من الأمور التي تقدم ومن المصالح التي ينبغي أن تكون، لكن يكون من أهلها. مش إنسان يكتب يا إخوان، يكتب شيء فإذا به ينتقد. اليوم تتأخذك حمية تريد أن تدافع عن عالم من العلماء، وبسبب جهلك تكتب جهلا، تكتب شيئا مشينا، أخطاء غلو، وتكتب أشياء ما تصلح، وأولئك الذين يطعنون في العالم ما وجدوا شيئا يطعنون فيه، فيطعنون فيه من جهتك. يقول انظر إلى أتباعه، انظر الغلو الذي فيهم، انظر إلى هذه الأخطاء، انظر إلى هذه الأشياء. فالأسلم لك أن تتعلم وأن تغتنم أوقاتك في تعلم العلم، وإعراضك عن هؤلاء الجهلة الأسافل من الناس خير وأفضل، ومن يرد عليهم ومن يستحق الرد فثمة من أهل العلم من يرد عليهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. آمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.